بالرغم من علم أبو حنيفة وإضافاته للدين، إلا إن أمه ما كانتش بترضى تاخد منه فتوى، وكانت تقول له وديني لفلان الفلاني أستفتيه، يقول لها أفتيكي يا أمي، تقول له لأ، فيروح للشخص ده ويقول له أمي تستفتيك في كذا، فالراجل يقول له أفتيها وأنت موجود يا إمام، يقول له هذا أمرها، هي عايزة كده، فيدور الراجل على رأي أبو حنيفة في الموضوع ده والفتوى الشرعية اللي أبو حنيفة قايلها، ويكتبها في ورقة ويبعتها لها مع أبو حنيفة. فأمه تبص في الورقة وتقول له هذه هي الفتوى، لا فتوى أبو حنيفة، اللي هي أصلا فتوى أبو حنيفة، بس لا كرامة لنبي في أرضه.